بسعود الخاطر في الحراسة. لدينا لوكاس مينديز، أحمد فاضل، أميد إبراهيمي، محمد بن يطو، عبد الغني منير، حازم أحمد، سعود النصر، ناصر اليزيدي، عثمان كوليبالي، وياسين عبد الله. هي تشكيلة الوكرة. هذه انطلاقة سريعة 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 لأم صلال. الله الله الله، ما في مقدمات، ما في مقبلات، بداية بهدف سريع جدا، هدف سريع جدا. الصقور تضرب مبكرا في واحد من أسرع أهداف المسابقة، أسرع أهداف البطولة. هنا الكرة، هنا النقلة طويلة طويلة. أوه، خطأ قاتل في اللقطة الماضية يا كوليبالي في التغطية، ولا يخطئ أبدا أيمن عبد أيمن حسين في الكرة الأخيرة، يستثمر خطأ دفاعي، يسجل أسرع الأهداف في البطولة في المسابقة. يا لها من بداية، يا لها من بداية، بدون أي ترقب، بدون أي انتظار، بدون أي حسابات مبدئية. أم صلال يضرب مبكرا، أم صلال يتقدم مبكرا، أم صلال.